ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول. انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقى لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود. هي دي برضو فيها حب وما حبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، ولا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. ليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده. كويس، اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجة، ربنا حمينا يا ويليام. متشكر أخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، وما احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. بس مصري ايه؟ افتح يا استاذ بولس، انا اللي هو مختار سالم من امن الدوله.
اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنه وشيعه واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه يا سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. مش بالصليب. مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي يحسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده. انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس. لفترة مؤقتة. انت شخصية معروفة واخفائك شيء صعب جدا، يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مستحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران. حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد. عماد. عماد بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكوا وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا.